مساحة حرة. وصلنا لمساحة حرة حنان، نودع النكد والخيانة الزوجية ومشاكل الأسرة. شوية نتنفس مع هذه الأغنيات مع الشباب زي الورد معنا داخل الأستوديو. نعم، وكنا نتحدث ربما عن الثقافة البديلة والاقتصاد الإبداعي، ربما سنبقى في هذا الإطار. ومعنا ضيوف داخل الأستوديو، صابرين الجنحاني ورامي الزغلاني من فرقة يوما التونسية، نرحب بكما. شكرا. عسلامة. صابرين، من هي صابرين؟ صابرين هي بنت نتكلم بالتونسي مثال. أكيد أكيد تفضل. صابرين هي بناية عادية. نعم. من أي منطقة في تونس؟ من منطقة المرسى. طيب. تونس، اللي هي في الشرق، معناها شرق تونس. سمك. نعم. سمك. ربما المرسى هو ربط اسم المرسى بالموانئ مكان فيها. بالحق بالحق. هي سميك سميك تصورت في المرسى. الكليب متاع سميك تصور في المرسى. دونك انا من المرسى. وانا بديت نعمل في الموسيقى ياسر صغيرة، عمري 15 سنة. ليش كم عمرك الان؟ ما زالت صغيرة. سوا شوكي دي موند. 30 ans. جي 30 ans. ما شاء الله العمر كله. دونك ان شاء الله ربي يطول في عمري. هذا دليل على النضاله. مناضله صابرين، مناضله على فكره. هذول ابناء العمال حنان، ابناء الذين عملوا في المواني مع السمك ومع الصيادين في الصباح، فبالتالي هي تستنشق هواء البحر. وسنتنفس معك هواء البحر هذا الصباح. الرامي، هناك حضور رجالي في الاستوديو. رامي، كيفك رامي؟ موسيقي وتحمل آلة الجيتار الان. اي، ونغني زاد مع صابرين. احنا بدينا نغني وزوز مع بعض. نعم. كيف صابرين بديت نعمل في المزيكا عندي؟ كيف التغيت بصابرين اولا؟ انت من اي منطقه؟ انت من تونس؟ انا من تونس. اي، وشو لو داك لي المرسى تشتري سمك؟ هو المرسى مشينا زوز الحمامات. قابلنا في الحمامات. نعم. قابلنا في فيستيفال دو ميوزيك الكترونيك، مهرجان موسيقى الكترونيه مع موسيقي ثالث اللي هو دي جي على باز. نعم. يا اخي خليني هو على روحه ومشينا نحن على روحي. خدمت على روحه. خدمنا على روحي. طيب ايه رايك نستمع يا حنان لاغنيه؟ نعم. كنت اريد ان اقترح نفس الشيء. نعم. فربما تفضلوا، ربما ندخل مباشره في اجواء فرقه يوما التونسيه حتى يتعرف عليكم المستمع هذا الصباح. يلا. نعم. نحيت الحيرة والخوف وجرات الأيام، حليت كتابي وقريت ولقيت حروف، حكاية مطروزة بالصوف دفي الأيتام، والساعة ماني مكفوف تحلوا البيبان، ولي سنين ولي سنين ومشى في بالي لي سنين. انت غالي، انتي لحني، تبعت الثواني وتول وين، شقيت غوابي وما نحسين، خليت الفاني القلب قريب والقرب شواني خلاني بعيد، ومشى في بالي ليا سنين. انتي الغالي، انتي لحني، ولي سنين قدي وكاري وجبلي العالي في بابي وناري وأهلي وداري، قوت نهاري وسقفي وجاري، ظهري العاري ووحشي الثاري، ولي سنين.
وجرافي حالي وملكي خفيف. انتي الشمع انتي الخريف. شربت جوابي وقلت نشيح. فوزت صحاري تفكرت مليح. ولي سنين صغري وصاري ولون احباري اشطر كلامي وكسنا واري. ضحكة ثاري وفخري وعاري شفرة عيني وحلمي الساري. ولي سنين مختلف. نعم صابرين ورامي لقاء الحمامات. نعم. طيب رامي على فكرة يعني أصاب في اختيار الصوت يعني. لا في صوت أنا ولا صوت. لا في الصوت صابرين في صوت صابرين. صوتك رائع صوتك رائع. ولكن تغني مع صابرين حاجة صعبة ياسر. نعم. أنا قبل ما نعرف صابرين كنت نغني ونقول نعرف نغني بعد كي قابلت صابرين ويطلع لك. طيب يعني الكلمات كلمات هذه الأغنيات والألحان أنتم تضعون كل هذه الألحان والكلمات أم هناك؟ بالضبط بالضبط. نعم. نحن نكتبوا وحدنا. نعم. ونعملوا التلحين كومبوزيشن وحدنا زادة. نعم. الكلمات هما كلمات بالتونسية الدارجة اللي ما عادش نستعملوها برشا برشا في تونس. نعم. وماشية وتنقص. دونك الخدمة اللي نخدموها فيها كوليكتاج فيها جمع متاع عبارات مفردات موجودة برشا تندثر في تونس بدأت تندثر. نعم. دونك نسافروا شوية نمشي ونحكيوا مع عباد دان سيغتان اج كبار في. نعم. العمر. نعم. اللي مازالوا يحكيوا اللغة هذيك بالقدام مليح. نعم. ونكتبوا خاطر لغة ثرية ياسر وفيها برشا معاني فيها برشا بويزي فيها. نعم. الشعر وفيها الأمثال الشعبية والحكم. نعم. دونك اون سانسبير من غاديكا. نعم. والباقي يجي بالخلفية الموسيقية متاعنا. نعم. زوز. نعم يعني تستوحون كلمات أغانيكم من كل هذا. طيب هناك يعني نسيم تونسي نسيم ما تعيشه تونس من خلال هذه الكلمات حبدا لو تأخذون التفاصيل ولادة هذه الأغنية لياسنين اللي سمعنا لها اللحظة. أنا معناتها أنت كاتبة الكلمات ولا شاركتهم فيك؟ لا نحن مشاركين في التلحين وفي الكتابة. دونك هو يقول كلمة وأنا نقول كلمتين ولا هو يعطي جملة وأنا نعطي جملة اللي من بعدها. دونك الغنية متاع ليا سنين هي هما راهو تجارب شخصية معناها بصفة عامة اللي نحن نتقاسموهم مع الجيل متاعنا. متى تم كتابة كلمة تم الأغنية؟ كتابتها هي فرد وقت هي وآسيا وفي فيفري في شهر يعني في فيفري شهر فبراير أي سنة؟ 2016 يعني حديثة. نعم نحن جدد راهو معناها مبين انكم جدد لكن ما شاء الله زي الورد. نحن بدينا في ديسمبر 2015 وخرجنا البوم في مارس 2016 معناها. نعم. دونك في شويه وقت حاولنا نكونوا كيفاش يقولوا فاعلين فوالا بروديكتيف. ما بحب هالكلمات بحب الكلمات البسيطه اللطيفه, يعني اللطيفة. يلا حنسمع الان لاغنيه بعنوان أسمك. لكن سميك. أتمنى أن المرة الجاية نستمع أغنية أيضا لكلمتين أنا عجبوني جدا عندما أروح تونس. اللي هو العلوش والعساس. فياريت تجدوا لي توليفة لهاتين الكلمتين. العلوش والعساس يجيوا مع بعضهم هم ساعد بالكدي يعس على العلوش. نعم استمعت لهذه الكلمات في قابس. نعم. في جنوب تونس. فيلا نستمع لهذه الأغنية الجديدة. يلا ooh.
وحشت أمي وفرشة دافي وخويا زين أيامي وكبر أحلامي وبويا توحشت الليل وريحة الياسمين توحشت الليل وريحة الياسمين زنق الدار قوايا الحس ودوا جري شوارع كبرى قواس الحومة توحشت الليل والكرمة كيف تميل توحشت الليل والكرمة كيف تميل خزرة وغمزة وعشق الطفلة لولا وقت الكلمة سليد محلولة توحشت السنين وريحة الياسمين توحشت السنين وريحة الياسمين توحشت أمي وخرافات الغولة قهوة أختي وضحكة مش مخصورة توحشت الخير وريحة الياسمين توحشت الخير وريحة الياسمين بصراحة ما نحبوش نحكوا يا عاطف نتمنى لا. لو أنه نستمع لأغنية يعني مجهزين لمقطوعات موسيقية لهذا الصوت نعم. الصوت الذي يأتي من مكان بعيد يعني وجدتم أصوات من أماكن بعيدة ومختلفة تماما. نسأل سؤال سريعا اسم الفرقة يوما لماذا هذا الاسم؟ يوما معناها ألي نعم. معناها حلفاء نعم. حلفاء نعم. قررنا باش نختار الاسم ذي ما قررناش باش نكونوا في الثقافة البربرية ولا في الثقافة التونسية على خاطر حبينا أكثر اسم يمثل اللي نحنا نعملوا فيه كم اللي نحنا ياسر نجمعوا فيه معناها نشاركوا في كل شيء قررنا باش نكونوا الحلفاء اللي يكتبوا مع بعضهم واللي يعملوا موسيقى مع بعضهم واللي قرروا ياخذوا قرارات مع بعضهم. يعني هذا مستحيل أنه عضو ثالث مثلا أو موسيقار آخر ينضم للفرقة ولا ينجم ينضم أن طونك كولابوراتور مشارك كضيف معناها نعم. كضيف كضيف أما نحنا باش ما يكونش عازف كضيف يعني ممكن يعني أنكم تستضفوا لنويو نعم. يعني لنويو نعم. هو إنه
سنوات هو يعني يسميكم الثنائي العنيد. نعم. الذي لا يقبل ثالث. لا يقبل القسمة. لا يقبل القسمة مع ما بيننا نحن زوز ميسيرش. quand on est trois on est seul كي نبداو ثلاثة وحدنا دونك زوز. نعم. طيب نتمنى لكم التوفيق. عندي سؤال بخصوص الارتجال على المسرح، يعني كل شيء يكتب بالنسبة لفرقة يوما قبل الذهاب على الخشبة، ولكن هل هناك ارتجال؟ ممكن يكون ارتجال ولا الموضوع شوية صعب؟ إن كان من ناحية الكتابة لا الارتجال. لا فما موجود. موجود الارتجال. ارتجال الكلمات والموسيقى على الخشبة. امبروفيزاسيون. امبروفيزاسيون. موجود. وي موجود. وديما موجود. نحاولوا نحاولوا باش ما نكونوش في العام اسمها الكلمة. النمط. معناها ماشينالمون ماهيش ماشينال الحكي، نحاولوا ديما باش اون سامبرسيون يعني تكونوا تلقائيين وقريبين من الجمهور ونحاولوا نعديوا لبعضنا. حتى في الديسكور حتى في الخطاب حتى في الخطاب اللي على غالب لا تفضلي ماشي مشكله. طيب تونس بنت فرنسا معناها الله يرحمها. نستمع اذا لاغنيه اخرى، ماذا تختار؟ في بنيش بها الحكايه الغدره هذه الغدره الى الارتجال. ايه رايكم الى الارتجال؟ نعطوهم كلمات ونخليهم يعملوا لنا ربما حصريه في الاستوديو. اعطوهم اربع كلمات وهما يرتجلوا لنا اغنيه ممكن. يلا تونس. نعم العلوش العساس تونس وباريس. العلوش والعساس تونس وباريس. يلا تفضلوا. عاد خلينا الوقت باش نكتب شويه. لا لا نعم لا خذوا راحتكم، يعني اختاروا من الاشياء اللي تعرفوها تماما، يعني شيء جاهز عندكم. لا لا باش نغني لكم اغنيه كليت العساس كليت باش نغني لكم اغنيه اخرى. خلينا بقدرنا يا صابرين صابرين. كليت العلوش جنب العساس بين تونس وباريس. ليت العلوش جنب العساس بين تونس وباريس. وين يعني في البحر؟ في الطيارة. ليت العلوش بحث العساس بين تونس وباريس. كليت العلوش ولحم بنين. برافو. إذن نحاول أن نختم بأغنية أخيرة هذا الحوار السريع، لأنه جد يعني أنتما هنا للموسيقى وللغناء وليس للحديث. نعم. وبالإضافة لهذا لنتحدث عن هذا المهرجان، مهرجان فيل دي ميوزيك دي موند أيضا، يعني مشاركتكم في هذا الإطار. نحن غدوة باش نلعبوا في المهرجان هذا، باش نقاسموا الركح مع سبيد كارفان. مع سبيد كارفان بون مش بنسميهم الكل، هما ثلاثة ولا أربعة. أربع فرق. أربع فرق. ونحن باش نلعبوا مع ثمانية متاع الليل في بلاصة اسمها لو بتي بان في باريس. سين بينيش في باريس سور لا سين. وهذه آخر دات نحن باش نعملوها، معناها آخر جولة. آخر جولة. هذه آخر الجولة. نحن نهار السبت نرجعوا لتونس. نعم. ورحتوا وين قبل؟ رحنا لمارسي. مارسي، البونتيفي، الرومان، البريتانيا، لونغونيت. يعني جولة كانت فرنسية بنتي. لفيتوا لفة حلوة مع الأمطار وال. والله ما كناش برشا أمطار الحقيقة. نحن قلبنا طقس. نحن كي مشينا للبريتانيا نورمالمون الشتا تصب. ما عادش فما. الأمطار تصب ما صابتش الشمس. خدات لك الكلمة. أخذت لك الكلمة. أي هي تحكي تحكي. أي قاعد قلت على الكلمة ما أقوله. يلا نختم بأغنية. نختم بأسيا. أنا أقول غير عليك. غير عليك هذا من الألبوم جديد. تغارين عليه فعلا؟ لا. يلا. تفضلوا. تنفس خذ بشارة ونغير عليك حتى من الشمس. تنفس اعطيني تبارة ونخاف عليك من عين الناس حتى من الشمس حتى من الشمس.
ونغير عليك حتى الشمس حتى الشمس حتى الشمس ونخاف عليك من عين الناس خذ انفس خلي لي شارع بلون عيني تقدير شرارة خذ انفس مليان بهوايا ونزيد عليك روحي ومرايا حتى الشمس حتى الشمس ونغير عليك حتى الشمس حتى الشمس حتى الشمس ونخاف عليك من عين الناس شكرا لصابرين وشكرا لرامي. ونحن وصلنا لنهاية هذه الفترة حنان. نعم فرقة يوم التونسية نتمنى لكم جولة موفقة وآخر المشوار هو مهرجان مدن موسيقى العالم. إذا نحن استمتعنا بصراحة جدا. أكيد المستمعين أيضا استمتعوا بهذه الأصوات الجميلة وتعرفوا على فرقة يمة. شكرا لكم. شكرا على الاستضافة. شكرا. شكرا على هذه الاستضافة. إلى اللقاء. تحياتنا لروان ولأنوك على هندسة الصوت وإلى الغد. باي باي.